هاد المقاطعة مسوسة بواحد العدد والإخوان كامل المستشارين كيرودوا يدخلوا ويحتجوا على واحد العدد الخاصات اللي كاين هنا، فإذا ببين عشية وضحاها تجو أسبوع ولات الحالة مزيانة وكلشي كيقول دور حرام تحرير. القانون كيقول لك خصكم تجيبوا الوثائق، ما هو إلا عطيتوا لي الوثائق تولى عليها. لا 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 عبد الرحمن الدرعي مستشار مقاطعة ديال مر السلطان. اليوم كان عندنا اجتماع ديال الدورة العادية ديال شوتنبير، اليوم 5 شوتنبير 2024. كان عندنا جدول الأعمال فيه، لأنه هذا الجدول الأعمال اللي كيكون ديال شوتنبير كيكون فيه عرض ديال الرئيس، غالبا كنختاروا عرض ديال واحد جهة معينة. اختارينا هذا العام نظرا للدخول المدرسي، درنا عرض غادي يكون عرض ديال وزارة التربية، ولكن للأسف كان مانع ما جاش اللي غادي يدير لنا العرض. وكان عندنا جوج ديال النقاط كتعلق بالمالية، وهو أنه نصادقوا على الحساب ديال التسيير والتجهيز، وكان عندنا بعض التحويلات وهو أنه كنحولوا من بعض الأبواب إلى أبواب أخرى. وعندنا جوج ديال ثلاثة ديال المشاريع اللي هي جوج المشاريع اجتماعية، واحد كيتعلق بذاكرة مر السلطان، واحد المنطقة نسميوها ذاكرة مر السلطان، واحد المنطقة، واحد الموضوع ثاني كيتعلق بمحاربة الإدمان على المخدرات. كانت عندنا ملاحظات، وكانت عندنا واحد النقطة كذلك، النقطة الأخيرة كانت كتعلق بذيك الدور ديال الزينة اللي هي واحد المنطقة فيها تقريبا واحد 11 أو 12 كيلومتر، واخا 12 هكتار ماشي كيلومتر، 12 هكتار في منطقة ديال بوسبير اللي الجماعة كتملك الأرض ديالها، والناس بانين تمايا عندهم حق الزينة على هذوك. هذوما النقط اللي كانوا في جدول الاعمال ديال اليوم. الملاحظه الاولى واللي مهمه وهي كتعلق بهذاك الشيء ديال التسيير ديال الماليه، للاسف انه المسطره ما تحترمتش. من المفروض انه المسطره دوز من المكتب وتعرض على اللجنه، كاين عده لجان، كاينه اللجنه الماليه هي اللي كيتعرض عليها هذا، ومن بعد ما كيتعرض على اللجنه الماليه كتناقشوا وكيعاود يرجع للمجلس والمجلس كيصادق. المسطر اللي دارته هو انه المجلس المكتب ديال المجلس اعطى واحد المشروع، عطانا مشروع ديال الحسابات، ولكن مني جاوا الاخوان اللجنه الماليه كيتفاجئوا على انه كاين مشروع اخر مكتوب ومطبوع ومقد. مني جا الله يبارك فيك، فجابوا مشروع اخر مطبوع مقد ما حطاتوش اللجنة ديال المالية، تعطى اللجنة المالية من يلاه هي من عقدها، جاهم هذاك ومطبوع مقاد وفي واحد العدد ديال الصفحات. إذا منين جا؟ هذا هو التساؤل ديالنا. كنقول لهم ديال المسطرة ما تحترمتش، راه كان من المفروض أنكم تحترموا المسطرة. اللجنة المالية هي اللي خصها تناقش المشروع اللي حطوا المكتب ودير عليه التعديلات، ومن بعد ما دير التعديلات ودير التوصيات تعاود تعرضوا على المجلس. هذه هي الملاحظة الأساسية اللي قلت أنا، ما تحترمتش هي، ما تحترمش الشكل القانوني اللي تنعقد به جميع المجالس في المقاطعات في الجماعات الترابيه كلها، ما تحترمتش هي، وعطينا ملاحظه في هذا الاطار. بالنسبه لهذوك الجوج المواضيع الاخرين ديال الاعمال اللي هي اجتماعيه، فبالنسبه لمحاربه الادمان ولا حتى كذلك بالنسبه لذاكره مر السلطان، الاتفاقيه اللي دايرين او المشروع الاتفاق اللي داير ما فيهاش توازن، ما عرفناش شكون اللي غادي يمول. بمعنى انه احنا غادي نعطيو المقاطعه تعطي الارض وتعطي التمويل، تعطي الارض وتعطي التمويل بدون ما كتعرف وتعطي التسيير. بمعنى انت راه غادي تحاسبوا على هادشي، كيفاش تعطي الارض وتعطي التمويل ويتنجز مشروع؟ هي غادي تنجز واحد المشروع اللي هو اجتماعي، ولكن خص التسيير يكون عندنا، خص يكون توازن. بما انه دخلتي في الاتفاقيه الشركاء كتخص مثلا هاد الشريك يساهم بواحد القدر، مثلا 20%، هذا 10%، هذا 30%، هذا هو اللي هذا باش كنصوبوا حنا لاطار ديال واحد الاتفاقيه. هاد الشيء ما تحترمش هاي، قلناه اليوم المصطلحات، وهذا ممكن يتعدل من بعد، ولكن غير على مستوى الكلفه الماليه كان من المفروض انه نعرفوا شكون اللي غادي يمول وشكون اللي غادي يكون في التسيير. لانه سبق لنا وقعت لنا سابقه في الباهيه، اعطينا العقار وهذا وتبنا ومشى لنا العقار،
والمقاطعة ما مديروش باش تفرض، بخصوص المقاطعة ديال مر السلطان اللي هي منطقة ما عندهاش الوعاء العقاري، ما عندناش العقار. بالنسبة للمنازل الأيل السقاط، السؤال ديالك على المنازل الأيل السقاط، حنا في الواقع كنتخوفوا بالخصوص في هذه الفترات، وخصوصا وبشكل أخص ملي كتجينا أخبار على التغيرات المناخية اللي كنشوفوها الآن في العالم كامل والمغرب كذلك. أنا كنشوفوا مثلا بلي السمارة فيها الفيضانات، تنغير الأودية اللي ما عمرها ما حملتها، هي حملت بواحد الشكل كبير. فكنتمنى على الله أنه ما تكونش عندنا شي رعدة اللي تكون قوية، أمطار رعدية في المنطقة ديالنا، لأنه المنطقة عندنا من المناطق ديال الهشاشة، حنا المنطقة ديال سيدي بليوط المدينة القديمة، وهذا إلا طاحت الشتا بقوة راه غادي كنخافوا أنه يوقع لنا ما وقع في الفيضانات اللي كانت ديال الدار البيضاء في 84 كنظن، ولا ما بقيتش تذكرت السنة. فكنتمنى على الله أنه يدار شي شكل من الأشكال ديال أنه استباقي، بالخصوص الوزارة، لأنه الإشكال اللي عندنا هو أنه الدور الأيلة السقط كثيرة ولكن السكن قليل، المتاح قليل، والناس ما كيبغيوش بعض المرات يمشيو لاماكن بعيده. كنوصلوا الناس حتى لسيدي حجاج وهذا، والناس بعض المرات ما كيبغيو شيء، ويا ربي غير تكون متوفر. فكتخص يكون واحد المجهود في هذا الاطار هذا باش ما تكونش عندنا شي كارثه في هذه المنطقه.